السلام عليكم. هذه الحلقة هذه اللي هي لا بارتي دو ديال الدرس ديال الاستراتيجي اللي تحتوي على شابيتر دو لي زوبسيون استراتيجيك اللي غادي نشوفوه دابا. كاين خمسة ديال لي زوبسيون استراتيجيك في هذه الفقرة هذه وهما اللي كنحتاجوهم. كنبداو مع لوبسيون الاولى، كاين لا سبيسياليزاسيون اللي فيها ستة ديال لي فوا. كنبداو مع الاولى، domination des coûts optimisée pour rendre le produit de l'entreprise le moins cher. هذه الطريقه هذه كتستعملها الشركه داسيا بانها كتستعمل لي بي اس وداك الشيء ايكونومي و موان شير، باش كيكون المنتوج ديالها هو لو موان شير في المارشي. كاين ثانيا ديفيرونسياسيون اللي هي انوفاسيون pour rendre le produit perçu comme l'unique. هذه مثلا في شركه ديال مرسيدس، يعني كتكون فيه لينوفاسيون، داكشي كيكون البرودوي ديالها باين الوحيد في المارشي. كاين ثالثا لو ريسونتراج، لونتربريز كيت دي زاكتيفيتي او ال مانك ان سافوار فير بو كونسونتري سي زافور سور سون اكتيفيتي دو باز. لو ريسونتراج هذه بحال شي شركه كتكون عندها ديجا ان ميتي دو باز، مثلا كتكون شي شركه ديال بيك ستيلويات، مثلا كتدخل كدير واحد الاكتيفيتي جديده، كتمشي كتخدم مثلا دير لي بارفان، مثلا كتدخل دير لي بارفان كتلقى داكشي ما كتربحش به وما عندكش ان سافوار فير، دونك كدير لو ريسونتراج، كتكيتي داك الاكتيفيتي وكتولي الاكتيفيتي ديال ستيلويات اللي هي دو باز، اكتيفيتي دو باز. من بعد كاين ديجاجمون، dégagement l'entreprise quitte des activités qui sont peu rentables. Dégagement quand une entreprise fait activité mais qu'elle trouve pas de flux, qu'elle quitte ça tout simplement. Ensuite, qu'est le créneau. Lorsque l'activité devient banale, l'entreprise se spécialise dans les activités à forte valeur ajoutée. هنا كاين واحد المثال اللي مفهوم مزيان. كاين هاد المثال ديال السوايع نتاع لا مارك سواتش. لا مارك سواتش في الاول كانت عندها دوك السوايع، باش بدات السوايع القدام كانوا كيديروا 100 درهم، مثلا 200 درهم، كتلقى سوايع سامبل ما تقدرش ديرهم في الماء سامبل. من بعد دخلت السوق الصينية، بقاو كيديروا السوايع كيديروا 10 دراهم تقدر ديرهم في الماء وعادية، تشوف فيها الساعة، فيها كلش، فيها الكرونو، فيها يعني داكشي سامبل. السواتش نقصوا الأرباح ديالها لحقاش الشركات الصينية صافي كلشي بقى يشريهم، الناس كيجيوهم نفس المزايا كلشي كيشريهم. نقطة السواتش دارت هاد الكرينو، لونتربريز سو سبيسياليزي دون لي زاكتيفيتي ا فورت فالور اجوتي. ما بقاش كدير دوك السوايع دو فابل فالور اجوتي، ولات كدير السوايع الغالية نتاع 2000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، مليون، كتر بمليون. هنايا لا نيش، لوسك لاكتيفيتي دوفيان بانال لونتربريز سيبل اون كليونتيل تري فين. مثلا لونتربريز كوزيمار ديال السكر، معروفة بالسكر كديرو، مثلا كتشوف بلا السوق عمر كلشي ولا كيدير السكر وكذا، يعني كتخاف الا يمشيو لها الكليون، كدير واحد لا كليونتيل تخيفين. مثلا كدير السكر نتاع الناس اللي فيهم السكر اللي مرض، المهم داك كدير واحد البرودوي ليهم، يعني كلشي غادي يبقى يدعي عليه هذاك السكر، كتفسي بلي واحد لا كليونتيل معينة. غنشوفو لي زافونتاج ديال لا سبيسياليزاسيون. كاين ديفلوبي لو سافوار فير دون اون اكتيفيتي، يعني ملي كتكون لونتربريز عندها اكتيفيتي وحده كتكون مركزه فيها كديفلوبي لو سافوار فير ديالها. كاين اميليوري ليماج دو مارك، نفس ليميت ريسك دو ديبوندونس ان سول برودوي. لونتربريز كتخاف انها تبقى متعلقه بان سول برودوي، كتكون عندها انديبوندونس ان سول برودوي. وكاين دوزيام ليميت ريسك دو باناليزاسيون دو لاكتيفيتي، كتخاف الى داك الى كثروا لي زونتر كثروا لي برودوي نفس البرودوي ديالها كيولي داك السوق بانال. ننتقلوا دابا للدوزيام اوبسيون استراتيجيك لوجيك اللي هي لامبارتيسيون، اللي حتى هي كتكون بثلاثه ديال لي فوا استراتيجي. كاين لا سو تريتونس، لونتربريز كونفي اون دو سي اكتيفيتي ا اون اوتر سوسيتي. هذه مثلا كتكون الشركه كتبغي شي اكتيفيتي ديالها كتعطيها لشركه اخرى، ما كتبقاش مثلا اي شركه مثلا كتكون دير شي حاجه وكتبغي مثلا تقلد تعطيها لشي شركه اخرى، كتولي الاخرى اللي محكمه فيها.
ou qu'il y a la franchise. Contrat par lequel un franchisseur cédait sa marque. مثلا ماكدونالد اللي كاين في المغرب مثلا ديال كازا. كازا ماشي مول ماكدونالد هو اللي راه تما كيجيري وداك الشيء. راه شي واحد شرى لا مارك من عند الفغي ماكدونالد اللي كاين في مثلا كاين في لي زيتازوني، شرى من عنده السميه ديال لا مارك وحل هنايا. كاين لا كونسيسيون. كونسيسيون هي سي اون كونترا باغ لوكيل ان كونسيدون ديليغي لاكتيفيتي دو ديستريبيسيون. مثلا تويوتا كاينه في وجده كازا، كتكون كونترا باش تقدر تبيع الواطا في المدينه ديالك ولا في اي بلاصه. كاين كونسيسيون دو ليسونس. لونتربريز سيتي سا تكنيك ا اون سوسيتي. مثلا لونتربريز مثلا ديال لي فواتور كيكون عندها ان موتور كتبيعو لشي شركه اخرى، كتبقى حتى هي ديرو بصح حتى الاخرى كتكون هي ديرو. وكاين groupement intérêt économique, c'est des sociétés mettent leurs moyens pour atteindre des objectifs communs. Maintenant, Renault Nissan qui travaillent plus bien parce qu'ils ont un moteur qui est mobile bien. Joint venture, deux sociétés constituent une filiale commune où chacun possède de 50% du capital. Qui trouve plus bien chez dire une société nouvelle, maintenant. Les avantages, la gestion devient simple, la réduction des coûts, les limites, risque de conflit entre partenaires, et il faut qu'il y ait les partenaires qui ont un risque de conflit, risque de dépendance au partenariat. D'abord, je vais vous la diversification. Qu'il y ait un développement de produits ou bien d'activités, les activités ou les catégories. Une diversification du portefeuille, diversification du portefeuille d'activité. Les avantages qui est répartir le risque sur plusieurs activités. Maintenant, il a acheté le produit ou l'activité, activité ou les limites qui est une complexité de gestion. La gestion est il faut tout d'abord la quatrième stratégie, qui est intégration verticale, qui fait l'achat. La fusion, regroupement entre deux sociétés pour donner naissance à une troisième. Hadi Baina, qui est juste les entreprises, parce qu'il a donné naissance à une troisième entreprise. Kane, absorption, une grande entreprise achète une autre entreprise. Maintenant, les Oukhaj en Maghreb, Orange ou Méditerre. Orange, c'est Méditerre. Kane, cession, partage d'une entreprise entre plusieurs entreprises. Fad la cession Hadi, une présente Kuro Sherika, juge des Sherikat. ولا واحد الشركة فرقوها على جوج شركات ثلاثة. مثلا واحد الشركة ما بغاتش تبقى وغادي الشركات الأخرى اللي معاها في الدومين غادي يتقسموا عندها. كاين لي زافونتاج غارونتيغ لا كاليتي دو لابروفيزيونمون في لي ليميت. كاين كو الفي كيكون طالع لو كو بزاف. كاين لانترناسيوناليزاسيون اللي كتكون باينة كتكون خارجة للدولة. مثلا بلاز اكسبورتاسيون ولا امبلونتاسيون ديريكت على لترونجي كتم دير تما شي انفستيسمون ولا فرانشيز ولا سيسيون دو ليسونس. لي زافونتاج تروفي دي نوفو مارشي او بيان بروفيتي دو لا ريدكسيون دي كو دي لا مان دوفر كتكون مثلا في شي دوله رخيصه. او بيان لي ليميت مي كونيسونس دو مارشي اترونجي. مثلا كتمشي كدير انفستيسمون مثلا في لا فرانس انت ما عارفش لي كليون ديال لا فرانس لي كونسوماتور ديال لا فرانس واش كيبغي واش كيطلبوا. كيكون لو كو الفي عاوتاني باش دير امبلونطاسيون في الخارج ولا كيكون داك الشيء لو كو شويه الفي. المهم كما شفتوا هذه الحلقه ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي يكون ديال تروازيام شابيتر ان شاء الله باش نساليو هاد الاستراتيجي نتاع لا كرواسونس اي كونسونطراسيون. شكرا على التتبع ديال الحلقه.